السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في مول القبطان. أهلا بكل حبايبنا اللي بيتابعونا ودايما بيعلقوا على منتجاتنا ودايما منتظرين تعليقاتكم على كل منتج بننزله. النهاردة بنعرض لكم أطقم الشوربة. أطقم الشوربة هي فيها أطقم كتير جدا مختلفة في شكل ونوع وخامة. طقم الشوربة من حيث اللون والشكل مختلفين جدا. هنعرض دلوقتي الطقم معاكم اللي هو الطقم اللي مقسوم عليه العيون زي ما حضراتكم شايفينه، هو طقم 7 قطع، بولة كبيرة وكمان ست بولات صغيرين باتنين يد. نيجي للشكل التاني منه، هو الشكل اللي مرسوم عليه البجعة زي ما حضراتكم شايفين، وكان البولات بتاعته أشكالها مختلفة وألوانها كمان، في اللي هي مقلمة وفي السادة ومنقط زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده نيجي للشكل التاني منه، هو الشكل ده البجعة زي ما حضراتكم شايفين، وكمان بالبولات بتاعته. ده طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده الستاند بتاعته، زي البولة بتاعته من فوق، انما التاني البولة بتاعته جنبيها تختلف. الستاند هنا كده واقف بالنسبة للبولات، وهنا الستاند بتتعلق اللي هي البولات بتتعلق فيه. كمان في منه اللون الاسود ده برضو، بس الشكل مختلف، هو عليه شكل زي هرم كده. نيجي بعد كده للشكل التاني، شكل الاناناسة، في منها اللون الازرق والاحمر وكمان الاصفر واللبن، وكمان الستاند بتاعتها اللي هي الستاند ستانلس زي ما حضراتكم شايفينه، وكمان باليد بتاعتها لونها احمر، وكمان المدلعه البوله بتاعتها مدلعه منها فيها. نيجي بعد كده للشكل اللي بعده، طقم الشوربه اللي بعده اللي هو ده. دول كلهم كده يعتبر فتح محمود زي ما حضراتكم شايفين، هو دي بوله اللي هي واخده شكل البومبي، والستاند بتاعتها برضو من فوق ومتعلقة فيها البولات بتاعتها، في منها اللون الأبيض ومنها اللون الأسود شكل مختلف، في منها الأسود بالشكل ده وفي منها الأسود بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده نيجي للشكل التالت، وهو الشكل الفيونكة الرخامي، فيونكة رخامي، ده منه اللون الأبيض، وطبعا هنا الستاند بتاعته لونها الذهبي، وهنا الستاند برضو لونها ذهبي، بس هنا البولة لونها اسود برضو رخامي، وفي منها اللون التالت كمان اللي هو اللون الكحلي. طبعا عشان ده يخليكي تختاري في كذا لون وكذا شكل زي ما انت عايزة. ونيجي بعد كده للشكل التالت، في منها كمان الشكل ده اللي هو الشكل الفيونكة، هنا الشكل الفيونكة رخامي ومقلم كده فيه، هنا سادة خالص، وكمان البولة بتاعته هي اللي مرسوم عليها زي ما انتم شايفين كده، ومقاسها اصغر عشان لو ده كبير ولا حاجة وانت مش حابة تشتري يكون كبير كده، في كمان منها المقاس الصغير وفيونكة، وهنا اللون الروز والغطا بتاعها اللي هو الذهبي زي ما انت شايفة كده. نيجي بعد كده للشكل الثالث، وهو الشكل ده، شكل كده مضلع من فوق اكنه تاج بالظبط كده من فوق، وهنا كده مضلع فيه، وكمان الوان مختلفه مش لون واحد بس، لا ده السلطانيه لونها روز، وكمان البولات بتاعتها لونها روز وبرتقاني وكمان لبني، يعني 3 الوان في حاجه واحده، ودي حاجه تخلي الطقم بتاعك مميز وجميل جدا. بعد كده نيجي كمان مش شكل واحد منها، لا ده في شكلين اللي هو الشكل الفيونكة برضو، الفيونكة برضو بس الوان مختلفة، وكمان شكل التضليعة فيه، واليد من هنا زي التاج بالظبط، ومن هنا كده فيونكة، والوان البولات الوان مختلفة، والستاند بتاعتها لونها ابيض. بعد كده الشكل التالت منها او اللون التالت منها هو اللون البرتقاني، والبولات بتاعتها مختلفة، اللون اللبني والروز والبرتقاني زي ما حضراتكم شايفين.
بعد كده نيجي للشكل التالت، هو شكل مختلف تماما عن الاشكال التانية، هو الشكل المدلع وفيونكة من فوق، يعني مدلع من هنا كده مدي مثلثات ومن هنا كده فيونكة، وكمان البولات بتاعته من جوه لونها ابيض ومن بره لونها الفيروزي الغامق او البترولي زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. الستاند ابيض. نيجي للون التاني منها، هو اللون الروز. اللون الروز والغطا بتاعها اللي هو الذهبي، وهنا الروز والبولات بتاعتها بالشكل ده مضلعة كده من فوق، وكمان بالمدية روز من هنا، وده طبعا كده بنجلاديشي، ده كده مع بعض بنجلاديشي. نيجي بعد كده للشكل التالت، وهو الشكل الرخامي وكمان فيه فيونكة، فده بيميز اصلا اللي هو انت عايزة رخامي وكمان فيونكة، وكمان الستاند بتاعته ذهبي والبولة بتاعته بولة مدورة وباتنين يد زي ما حضرتك شايفة كده بالظبط. نيجي بعد كده للون التاني منه، هو اللون الروز وكمان بشكل رخامي من هنا، الرخامي بتاعها ذهبي وكمان الفيونكة بتاعتها ذهبي والستاند ذهبي، فبالتالي مدية شكل جميل جدا جدا للطقم الشوربة. نيجي بعد كده للشكل مختلف تماما عن اللي فاته، وهو الشكل المقلم والبولات بتاعته مختلفة عن البولة بتاعته. بصي يعني مدياكي كذا شكل في حاجة واحدة، بتخليكي اصلا دي حاجة بتخلي المطبخ بتاعك شيك وجميل جدا. وكمان في منها اللون التالي، لون مختلف تماما، وهو اللون البنك زي ما حضرتك شايفة كده، واللون اللبني المقلم، وبرده الوان بولات مختلفة. وزي ما حضراتكم شايفين احنا منتظرينكم في مول القبطان في شارع احمد بدوي محافظة الجيزة، منتظرين تعليقاتكم، منتظرينكم تشتركوا كمان في جروب التليجرام، ومنتظرين رأيكم في كل منتج بنعرضه، لان رأيكم بيهمنا جدا، وانتظروا منا كل جديد وكل حاجة بنعرضها على اليوتيوب، وكمان تابعونا على قناة اليوتيوب وانتظروا كل جديد. السلام عليكم.